تخلصت ايزي انا ما طالب هذا في خدمه في المقاطع ما مخزون ما والو كاع نروح الخطيه على بالك حشاكم بالك تيجي بلا ما تقول لي راسي اي 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 ها ما تقول هنا غادي نديرو الدراري اش انت خدام هنا خدام معاك شحال انت خدام هنا شحال انت خدام عوض ترى 30 عام عوض عوض 30 عام 30 عام تخدم هنا اي 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 ما كاين لا سينيسيس لا والو لا كيس لا والو واش عندك ديال الدراري عندي 8 8 ديال الدراري تبارك الله ثلاثة والمرايا العاشر ومع امك خديتي ثلاث غطية صحية لا والو لا لا الزرورة لا هذه لا والو والو شطب كل شيء وعمر ما جاو شي واحد راقبه وهنا راقبه كيقول لك شحال من عام كتقول لي 16 عام 20 سنة كيقول لك هذا كيخرج كيشرق اوراق شاف شي كيدي خرج في اسم الملك عوض عوض وحنا نبقاو نهضرو بالعصر كتجي كتقول لي كيشرق قدامي انا ولا كتجي كيفسرها لك الطور طروب ما كيخليش فيها شي بحال هكا عندها فرصة هي كيطلع منها كيطلع وشحال انت خدام هنايا؟ شحال انت خدام هنا؟ هذا هي تقريبا 30 عام هذا في التاريخ 30 عام 30 عام هو والو الاخ مع القرايه ها هما عندنا هنايا عندنا هنايا خدموا 30 عام هنايا وهذا تكوين ما يعرفش يكتب التسميه ديالو وفي هي المحرمات الاميه وفي التكوينات هذا تكوين وما كاينش فيه محرمات اللهم هذا منكر اللهم هذا عييت هنايا باش انا عندي شويه ديال القرايه قريت شويه عييت من باش ناخذ شي قسم ونعود نقري ولكن والو سمعنا قال لك مازال غادي يجيو شي الدراري طلبه باش يجيو يتعلموا يتكونوا عاوتاني في هذا المحل ولكن بان لي المعايير ديال هذا المحل ماشي ديال التكوين ديال الدراري الشباب ما كاينش ما كاين شي شي موقع فيه اسيدي الناس اللي شادين هذا التكوين خاصهم هما يقراو خاصهم هما يتعلموا خاصهم هما عادي يعلموا الناس اخرى خدام عندي حامل هكا انت عندك لاكيس وحيدير لك ولدو لا كار ديال الخدمه ديال الخدمه وحيدير لك ولدو ياك حي محمد فيك تخدم حي محمد ياك واش سميتو واش عندك شي تغطيه صحيه عندك شي حاجه والو ما عندك والو لا لا نتريت لا خلاص الدراري لا والو ياك شي عشوائي خدامي عشوائيين وراك تاكل العصر هنا وكلشي وما كاينش اللي يدوي معاك ما عمرو جا شي مسؤول هنايا ولا شي حاجه سولك ولا اي كدورو المسؤوليه كدورو الجامع كيفاش كيدير يدور معاه يدور معاه يدور معاه ويمشي بحالو وانتم ما قلبتوا على راسكم ما والو قلب فيا كنت واحد العامي مشينا عند عامي الحي الحسني زوينه تاعينا ما كاينش اي واحد هضرتو معاه ما كاينش اللي يستجب لكم والو جوج ديال الليل وفي الاخر قايله جينا على الجيله كتسنى جوج اللي انتم كتسناو وفي الاخر وما كاين والو واش كتمنى دابا اش كتمنى دابا من هنا قدام اش كتمنى دابا تساوي غير من عقابك التاريخ ديالك ولا اش كتمنى دابا اش كتمنى اش كتمنى دابا اش كتمنى دابا من هنا قدام خاصنا القوانين ديالنا وغنخدمو لاكيس ديالك وكل شيء لاكيس ديالك راه انا كنت ديالي والقوانين ديالي وخدمت انا بحالي وكيفاش دابا الناس دابا حاسبينكم بحال التكوين المهني انتم خدام في التكوين المهني ما كاين لا تكوين مهني لا والو لا والو خدام في القوصه هذا الفساد هذا الفساد وشحال عندك ديال الوليدات؟ ثمانيه ثمانيه ديال الوليدات ما كتخلص عليهم ما والو وهذا هذا الكره هذا هادو فين هما المسؤولين فين هو فين هما المسؤولين فين هو اش كتمنى من الله اش كتمنى دابا ولدو داكشي ديال الماده الماده خاطر كتجي دابا فين كيجي دابا واحد العام خاطر كيحضر واحد المقام وكيحضر واحد الدوام ديال الولد كنقولو حنا كنبقاو ناخذ عندي كيخلص لنا رزقنا يعطيه اخرين ولا فلوس
راه كيجيو هاد الصحاب المسؤولين كيدور معاهم ويمشي بحال يمشي بحالهم. حنايا راه يخرجوا من هنا والله ياخذ الحق. الصناعه التقليديه ديال النحاس معين الشق اللي كيعرف فيه الاستغلال والفساد ولا تغطيه صحيه ولا اي وثيقه كيدلوا عليها ولا حاسب ولا رقيب. معنا اسم الشخص شكيب خليل. انت عامي في التكوين المالي، احكي لينا الظروف كتعيش في التكوين المالي. ايوا من 86 وحنا خدامين هنا، لا قانون لا حق لا والو لا شي حاجه، لا كونجي لا والو. تشرفنا الاستغلال ولكن بعدا نبغوا نشكي ولا شي حاجه تلقاو ما كاينش اللي يكون معانا، ما كاينش اللي يسول علينا، ما عمر لا واحد شافنا، ما عمر لا واحد هضر علينا. وكانوا الاول دابا انا كبرت دابا 65 سنه في عمري، ولكن الوقت باش بديت معاه في 87 و 88 كانوا عندنا ولاد الخيريه، وهذوك ولاد الخيريه شي تعلم ما تعلموش، وها هما دابا هما اللي دايرين هذا النهار هذا، دايرين هما اللي دايرين هذوك الاسمو. وحنا صيفطنا رساله لوزير العدل والحريات. نشوف اين تاريخ في التاريخ؟ ها هو التاريخ. وصيفطنا السيد المحترم رئيس جمعية عدالة الرباط، ودابا الظروف اللي كتعيشوا فيها التكوين المهني، واش عمر شي مدير قلت ضمن شي معيشة عندكم؟ لا والو ما كاين حتى واحد ما كاين حتى واحد، شي عشوائي عشوائي، خدمة عشوائية. سميت المدير ديال التكوين المهني؟ تهامي. سميتو تهامي؟ تهامي بناني. تهامي بناني، واش حكي لنا بصفا انت خدمتي هنا؟ انا دخلت هنا من الطلبة الأولين اللي كان أول شهادة ديالي هي عين الشق. عين الشق دخلت أنا ولد شكون ليه 14 عام، 14 عام استغلوني، خدمت معاهم من 14 عام وأنا خدام تل 2000 و 13 دابا ب 84، دابا شي 30 عام وانا خدام معاهم. لا تغطيه صحيه لا والو، المرض حتى هاد الناس هما ديال هاد الجيران حتى هما كيتاداو بهاد الروائح وهادشي كلشي، لانه كندير كاع مرض كاع الفران ديال النحاس كيحرك فيه تقليدي، كيحرك فيه النحاس باش يذوبوا باش يصوب الناس كاع تاداو يصوب المهاراز ويصوب هذا، ولكن الناس اللي مولي السيكتور راه مصدرين مزيان مزيان. ولكن هذا التكوين المهني كان هو قريب خريج عين الشوق، كان دير قبل سمعنا قبل الدري خريج عين الشوق، واش باقي خدامين الدري ديال عين الشوق؟ لا ما كاين لا خيريه لا والو، حتى واحد ما بقى خدام معاه، وكيجيب ولا كيقلب انا راه كاين هنايا لقينا راه كاين الرايه، وما كاينش اسم ديال التكوين المهني، وهنا كاين عاوتاني الرايه، وهذا التكوين ديال شهاده هذا شركه ديال السكر. هو تكوين ديال مالي الصبار وما كاينش تكوين، هو تكوين ولكن راه ما كاين حتى شي تكوين. استغلال ديال الخدمه يصوروا ويضيعوا، هربانين من الضرائب وهربانين من كلشي وضارين بالسكينه. دابا انتم واش معمروا جا عندكم شي مسؤول جا راقب مده السيزون؟ والو ما عمرنا شفنا شي واحد، شي بيناتهم من فوق كيتقاد صافي. باش كتعاني دابا انت اخويا انايا شحال العمر ديالك وشحال دابا؟ دابا راه 65 سنه وانا باقي تنوش. لا سيني سيس لا لا سيني سيس لا والو لا والو حتى حاجه، حتى الكونجي ديال لا ما تناخذوه، تعطينا واحد 1000 درهم في العيد الكبير. كاين شي وثيقه؟ ما كاين حتى شي وثيقه هكا الوثائق مواد ديال السيرتيفيكا ما كيعطيش لك مقاده. السيرتيفيكا والدبلوم، انت الدبلوم الدبلوم انا دخلت انا ولد 84 في 84 هاي هاي، اما فيها لا انت تدخل امتى نهايه ديال التعليم ما كايناش كاع، هاي نهايه ديال التعليم ما كايناش. هضر هضر مع الساكن كان كان داروا عريضه، الشكايه اه هما الشكايه كان كان العريضه تاهما، كلشي الناس داروا عريضه ولكن ما كاينش شي جهه اللي جاوبتهم ولا كاين اللي قال لهم اه ولا لا، هذاك الشيء الامر على ما هو. يأسوا كاع دابا، هو هو المدير هو كلشي، هو المدير هو كلشي هو كلشي، وفين راه شي ناس اخرين كاين اساسي الاشباح اللي كيتخلصوا بهذاك الشيء واللي خدامين اساسي ديال الصحه ما كياخذوا والو، ما كيتخلصوا ولا تعطيه صحيه حتى الدراري اللي كيقراو حبسوا. مستغل الناس اللي عندهم الضعف الاميه، مستغل مشاء مستغل
شحال من واحد دابا كيدور من التلاميذ ودار ما بغيناش كانوا خدام كيقراو واحد 3 شهور ولا 4 شهور وكيخرجوا دوك الدراري كيمشيو يجريو عليهم علاش غيمشيوش معاهم وفي العيد الكبير كيعطي العباد الله الكونجي كيدير لهم واحد الورقه بيضاء يقول لهم سينيو بالزمنكم هو يتاخذوها. كمل قلتي اش قلتي لي على الناس كيتقيدوا وكيمشيو بحاول الخيريه التكوين كنديروا لها قبل ولا الخيريه ديال عنجر؟ جابوا معاك سحبوا بهم هذوك راه استغلوا بهم خدموا واحد معاهم عام تاع عام عامين صافي زعما راه حنا كنتعاونوا مع ولاد الخيريه من بعد ولا كيخدم هو الخدمه يخرج يبيعها كامي هو ديال السلام كاين لا تكوين ما عمرو ما جا شي مسؤول هنا ولا والو وكيقولوا لنا 2014 بداو يلحقوا القانون وهذه هذا كاين لحق القانون والو من هو من تما القانون مهضوم درويش ما عندوش القانون ما كاسحوش على التكوين التكوين وداروا اهم حاجه دابا الناس وماتوا كاع هذاك الدري وتحمم الناصر اللي مرض اللي مرض شلل شلل واحد شلل كاع شلل كاع لا بغيتي تشوفو راه وتحمم الناصر مسكين ما لقى شي راه دابا مشلل مشلل وما كاينش اللي يدوك معاه كاين اللي مرض هنا نيت بالنحاس توقف ولا عنقو ما كيقدرش يدورو بالرائحه ديال داك النحاس التقليدي صنع تقليدي ما كاين لا اهم حاجه دابا هاد الناس وزاره البيئه ما كاين حتى حاجه ضربوا 20 عام كاين اللي 25 عام كاين اللي 16 عام خاصهم ياخذوا الحقوق ديالهم ما خاصهمش يبيعوا انا بالنسبه لي السكينه بقاو فينا هاد الناس صافي اما السكينه صافي راه يعطى الله عطاه اللي مرض مرض ولا اللي مرض اللي مرض حنا دابا على قبل حنا دابا في شهر 9 لؤاف شهر 9 2014 مع دخول المدرسي واش هاد كل عام كيجيو يتقيدوا الدراري ولا والو في التكوين لا صافي مره وحده داروا هاد المصلحه ديالو داير هذاك المصلحه ديالو باش كيتحمس الدراري تم الرسم تم الرسم واش دابا هذا تكوين مهني رجعوا معمل من الملك ديالو هو تحت رايه الدوله لا رقيب ولا حاسيب لا شي والو ما منتظر هو الفناني الشيء ديالو وفاسيهم الساعه عضو في الغرفه التجاريه وهذا راه كتري كلامي كيكون الملك غيجي شي حاجه هنا غيجي عامل كيكتبو